والله. هو انت بقيتي بتشربي ولا ايه يا بت؟ لا مرة. بس بحاول. سمعت من الناس اللي بتشرب ان الخمرة دي بتخلي الواحد يفك ما يفكرش. وانت مش عايزة تفكري في ايه يا لولو؟ مش عايزة افكر في الحقيقة. علشان البني آدم لما بيشوف نفسه على حقيقته بيتعب قوي. بس الحقيقة دي بايخة. بايخة قوي قوي. أنا عملت كل حاجة غلط. لما اتجوزت عبد العزيز كنت غلط. ولما سبتك كنت غلط. بس أنا ما كانش في حاجة في إيدي أعملها. فقر. فقر ده سخيف. وحش. الحجة كمان أوحش. مع إن ربنا كان مديني أب. كان طيب قوي. حبيبي كان غلبان. كان بيحاول يعمل لي كل حاجة، كان عايز يحافظ عليا. أنا اللي طلعت فيش خالص. انت صح. انا عارف. انا كمان السبب في اللي انا فيه. اصل خدت الموضوع على نفسيتي قوي، وجعني من جوه. ان واحده زيك انت تقول لي انا لا. نهار اسود. هلا هلا. اللي ابوها كان سريح بال ولا حرام؟ ابوكي برضو كان حبيبي. انت وامك بس الوسخين بقى. هلا الوسخه تقول لي سلامه، مش عايزك. كان لازم ابقى غني طبعا، كان لازم يبقى معايا فلوس كتير الناس كلها تجري ورايا. وهلا تيجي لحد عندي زي الكلبة تقول لي عايزاك وتحت امرك، وساعتها بقى يقول اه يقول. عارف احنا الاتنين زي بعض. احنا الاتنين زي بعض؟ اه. لا طبعا انت اوسخ مني بكتير. يا بيبي انت اوسخ بكتير. يا بنت ما تقوليش كده، ده انت اكتر من اخ، انت اوسخ طبعا. صح عليك يا سلامة، ده انت اخت عزيزة، عايزة عليك يا سوسو. اخت ماشي. بقول لك ايه؟ قولي ايه؟ احنا مش لازم نسيب بعض تاني ابدا. اشمعنى؟ عشان احنا الاتنين اوسخ من بعض. سلام يا باشا. مين؟ سلام يا باشا، في موضوع عشان خاطر. خير؟ العينة الجديدة وصلت. والموزعين؟ كلمتهم يا باشا وقلت لهم ان حضرتك عايز تقابلهم ضروري جدا، بس هم منتظرين ان حضرتك تحدد الميعاد وكلهم هيبقوا موجودين. حلو. انا مبسوط منك يا جمال. تسلم لي يا باشا. تؤمرني سعادتك باي حاجه تانية؟ اتكل على الله. بعد اذن سعادتك. السلام اخويا. تعبان قوي. اه تمام. لما تيجي نطلع ننام. يلا. 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 هاتي ده. اوكي. تستحلتيها ها؟
انا عايزاكي تستريحي وتنامي وما تفكريش في اي حاجه. عايزاكي بكره تكوني احلى عروسه في الدنيا. تعالي يا سلمى اقعدي، انا عايزاكي. انا عمري ما هكون مستريحه طول ما انا شايفاكي كده. بس انا كويسه. لا انا حاسه انك تعبانه، وتعبك ده مخليني لا يمكن اكون مبسوطه. اللي حاساه مش تعب على قد ما هو حيرة. ما تفكريش، ما تدوريش على الحب يا سلمى. الحب هيجيلك لحد عندك، حد لا يمكن تتخيلي انه يكون ليكي او معاكي. حد الحب بالنسبة له مش ان هو يكون حب امتلاك، لا، الحب بالنسبة له انه يضحي بحاجات كتيرة قوي لمجرد انه يشوفك مبسوطة. حاسه انه بعيد عني قوي، وانا ما بستحقش ده. انتي جميلة وطيبة قوي، تباني قوية اه، لكن الحقيقة انك بتحاولي تهزيمي ضعفك بتصرفاتك اللي تبان حادة دي. عيشي زي ما قلبك يقولك يا سلمى. الدنيا صعبة قوي والضعيف فيها ملوش مكان. وايه علاقة الحب بالضعف؟ يعني انا مش غلطانة اني سبت سرور؟ بالعكس، ده اكتر قرار صح خدتيه في حياتك. بصي يا حبيبتي، أنا قلت لتميمة تقول لعالية إن أنا جاية أقعد معاها الأسبوع ده. لا يا سلمى، أنتِ مش هتسيبي بيتك أبداً. يا حبيبتي ده أسبوع، وبعدين هرجع تاني. وهو فتحي غريب؟ ما إحنا طول الوقت متعودين إن إحنا عايشين مع بعض. يا حبيبتي يا روحي، ده أسبوع. وبعدين أنا عايزاكوا تقعدوا مع بعض أسبوع لوحدكم، أسبوع عسل كده. جليل، أنا بحبك أوي. بحبك أوي أوي. ومفيش حد في الدنيا أغلى منك. والنبي البيجامة بتاعت عالية طلعت مظبوطة بالظبط عليا. يا اختي لابسه بيجامه لابسه جلابيه دايما موزه. انت اللي موزه يا موزه. انتوا يا موزتين، يعني انا بعمل اكله تاكلوا معايا؟ لا انا مش جعانه خالص. طيب ايه ده؟ ايه يا ست الزغاري؟ ده انا نسيت اقول لكم، مش خطوبه امير زياد النهارده؟ طب ما نروح نبارك لهم يا جماعه. طب يلا يلا يلا. ألف ألف مبروك يا خالد. الله يبارك فيك. والله يا جماعة ملوش لازمة تتعبوا نفسكم قوي كده. هي الفرحة تبقى فرحة من غير حبايب. ألف ألف مبروك يا أمير، ربنا يتم بخير. الله يبارك فيك. أنا فرحانة جدا، هنزل أعمل الشربات بنفسي وأسقي الحارة كلها. الهوا دي وايه الجمال ده وايه الرشاقه دي؟ قصريه ورد بلدي، ايه الجمال ده؟ عسل. انت عارف انت المفروض كنت تشتغل ايه ولا مش عارف؟ عارف، وعلى فكره كنت هتبقي نمبر 1 عندي. ايه؟ طمنيني على صاحبك. لا صاحبك مش كويس، مكتئب وحالته النفسيه زي الزفت ومش عارفه ماله. انا عارفه، صاحبي طول عمره كده، لسه عنده حته جوانيه بتخلي نفسيته تفلول. انت ما حدش بيفرق معاك خالص. لا والله، كل الناس فارقين معايا، بس اعمل ايه؟ ما عدتش بوجع قلبي مع الناس اللي تعبين نفسهم على طول، لا هم هيتغيروا ولا انا هتغير. قلت خلاص بقى اعيش انا واحب واتوغل واستمر في الحياه. اول مره تقول كلمتين صح. حسني، تعالى يا عم سيبك من رغي النسوان ده. طيب يا عم بس الزرع في ايه مالك؟ عسل. وانت ايه؟ لوكلوك طول النهار؟ يا عمو، اخبار الصحه ايه؟ ابقى ليك حديد فل الفل. قول لي اخبار الموزعين بتوعنا ايه؟ لا من ناحيه الموزعين اطمن، كله تمام التمام. هتنبهر. انبهر؟ انا نفسي انبهر منك مره واحده في حياتي. والله انا قاعد ابهر فيك وانت قاعد تزعل فيا. انا مزعلك ليه ان شاء الله؟ يعني
شايفك على طول كده مع جمال وبكره والحياه يعني. جمال وبكره مين يا؟ كل الحكايه اني اتشغلت شويه بس انا ما امنش لحد في الدنيا دي الا انت. طب انا ليه حاسس حاجه غير كده يعني؟ على فكره بقى انا هجيب لك من الاخر. شكلك كده فكرت في سلامه ونسيت حسني. انا؟ يا ده عيب عليك، ده انت اخويا. ده احنا بنفهم بعض من غير ما نتكلم. حلو ده. طالما بقى بنفهم بعض من غير ما نتكلم، قول لي ايه اللي قالك وعايز مني ايه؟ صح كده، هو ده حسني. ايه طيب؟ جمال. جمال. حصل. الله اكبر الله اكبر، بجد تعبتكم معايا يا بنات. تعبتينا ايه بس؟ يا رب التعب كله يبقى في الفرح كده. اسمعوا يا بنات، عايزه اقول لكم على حاجه. تعالوا. ايه؟ ايه؟ انتوا عارفين كده؟ انا حاسه من جوايا ان ربنا خلاص استجاب لنا والفرح كتب للحاره دي، يعني جليله وكمان امير ما شاء الله. هو انت نسيتي عمير ولا ايه؟ يا لهوي على كهن البنات، دي جابت سيره كل اللي هيتجوزوا الا سيرتها. هو انت خايفه من الحسد يا بنت ولا ايه؟ اختي حسد انت اخرى، صلي على النبي في قلبك. عليه الصلاه والسلام. بقول لك يا سلمى، انا ماليش في الحمام ده خالص، انا مش عارف احشيه. انا هعمل الرز ورقاق وانت اعملي بقى. انا اللي هعمل الحمام، هحشي الحمام حشوه لغايه ما اخلي العريس يخبط راسه في الحيط. سلمى. سيدي بتحب تقول لكم خلاص اللي في ايديكم وتعالى عشان تيجي تعملوا معايا الكحك. يا لهوي على الكحك، والله ما كان له لزوم. هو ايه ده اللي ملوش لزوم؟ ده الكحك ده اهم حاجه ليله الدخله. اساليني انا. انا عايزه اقول لك على حاجه، الدخله دي ممكن تبوظ لو الكحك ما اتعملش. يا حبيبتي يعني فتحي هيسيب كل حاجه وهيركز في الكحك؟ ايوه صدقني بقى، الكحك اهم حاجه. طب يلا يلا نروح عشان نعمل الكحك. يلا يلا يلا. رايحة الجليلة؟ لا رايحة الشغل. يعني مش هتبركلها؟ أما أرجع. أنا آسف إن أنا جيت في وقت غير مناسب أو من غير ميعاد، بس أنا جاي أتكلم مع الحاج. على فكرة أنا بشرب القهوة مظبوطة. أهلا وسهلا. أنا جيت هنا مرة قبل كده. بس المرة اللي فاتت أنا كنت جاي وكانت كل حاجة جوايا متلخبطة. طب ودلوقتي يعني لمؤاخذة، حضرتك عارف أنت عايز إيه؟ بصراحة يا حاج أنا مش عارف أقول إيه ولا أبتدي منين، بس كل اللي أقدر أقوله لك إن أنا بحب ليلى وعايز أتجوزها. عايز اتجوزك. طب ومراد؟ ليلى، انا فكرت كتير في اللي انت فيه، وكنت بسأل نفسي
ليه سبتك تعملي كده؟ ليه ما قطمتش رقبتك؟ لكن رجعت وقلت ان انا السبب، انا اللي جريت ورا نفسي ونسيتك. ليلى، انا هسألك سؤال، انت عايزة ايه؟ متأكدة يا بنتي ان انا هقف جنبك بكل قوتي. انت عايزة ايه؟ انا بحب شريف. طيب يلا 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 اعملي له القهوة. ممكن تبعت لي الأنسة عالية لو سمحت؟ واخدة إجازة ليه يعني؟ طيب اقفل اقفل أنا هتصرف. أيوة عالية طمنيني، أنت كويسة؟ أيوة أصل أنا فوجئت إن هما بيقولوا لي إن أنت واخدة إجازة. ما قلتليش ليه طيب؟ لا بجد، حد مهم يعني؟ اذا كان كده ماشي. لا طبعا، ده انا نفسي من زمان احضر فرح في منطقه شعبيه. اعتبر نفسي معزوم يعني؟ هو في احسن من كده برضه. عقبالك علي، يلا. وصلت القرار ولا لسه؟ يا بابا انا خدت قراري، بس يعني اهو بس دي معناها انك لسه ما وصلتش للقرار. عموما انا رايح اتغدى بره. لا اتغدى بره ايه؟ تعال اقعد معايا شويه فهمني. هفهمك. شوف يا سمير، تعمل لها اختبار، قصدي اختبار حب مش اختبار حاجة تانية. يعني ايه؟ فهمني. يعني لو هي بتحبك هتجاوبك على كل الحاجات اللي انت بتقول عليها بس دي، لأن بس دي يا سمير هي اللي محيراك، وهي اللي مخلية في حاجات كتير انت مش موافق عليها،
وحاسس انها مخبيها عنك. هي بقى لو صرحتك بكل حاجه من غير لف او دوران وحسيت ان انت مرتاح يبقى بتحبك يا حبيبي. بابا هو انت تعرف حاجه؟ لا طبعا خالص، بس انا راجل كبير وعارف الحيره بتيجي منين، وعارف يا ابني كل اللي جواك. الحب مكاشفه يا سمير، انا لو في واحده حسيت انها مخبيه حاجه يبقى هعرف على طول انها بتلعب وانها عايزه حد. تقوم انت تلعب بيهم يا كبير. يا ابني انا عمري ما لعبت بحد. مالك يا بابا انا مهزر. لا يا سمير الحكايه دي يا ابني ما فيهاش هزار، انا عمري ما لعبت بحد، عمري ما وعدت حد وخلفت وعدي. بس يا ويله يا ويله او يا ويلها اللي يلعب بيا. بعلمه درس طول عمره، بديله ألم ما ينساهوش ابدا طول عمره عشان ما يلعبش بحد بعد كده. سمير يا ابني انا عايزك زي ابوك، اوعى حد يلعب بيك او يضحك عليك. عيب يا بابا عيب. بقالك ساعة عمال باصص عليا كده؟ عايز اتأكد فعلا ان انا قاعد معاكي. حاسس ان انا بحلم. والله انت منطقي. على فكرة بقى انا زعلانة منك. وزعلانة مني ليه بقى؟ هو انا يعني كان لازم اجيلك واتحايل عليك وابوس ايديك عشان تعمل الخطوة دي؟ والله ما انت السبب يا ليلى. انا هقولك على كل حاجة بس بعد ما اخلص منها خالص. كان في واحدة تانية؟ اكيد. انت هتهزر بقى ولا ايه؟ اكيد لا. طب انت مش عايز تقولي ليه؟ ممكن تسيبيني ارتب الامور بطريقتي عشان لما اجي اقول لك ابقى متاكد ان كل حاجه ماشيه صح. ماشي، بس لو سمحت ما تاخرش عليا عشان ما ابتديش اقلق وافكر وغير وكده يعني. ها حاضر. انا حاسه اني اسعد واحده في الدنيا. وانا كمان والله. ازيك يا كريمة؟ إن شاء الله تسلم وتعيش. ازيك يا كركر؟ لسه كنت هكلمك في التليفون عشان تيجي تقعدي معانا يومين. دم خفيف يا مضروب. يلا احنا. بسم الله ما شاء الله. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه العز ده كله؟ أيوة كده. مش الشقة المقشفة اللي كان مساكنك فيها عبد العزيز ده؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر ربنا ما يعود أيامه أبداً. كان بخيل بخل، أعوذ بالله. سبحان الله سبحان الله. أهو سلامة ده ما كانش الواحد يقلعه من رجله، لكن دلوقتي أقول إيه؟ طب وطي صوتك شوية، هنا بيبلغوه بكل حاجة وسلامة بيزعل. يا لهوي، سلامة ده حبيبي، ده نقلنا عيني من جوه. هو في زي سلامة؟ بقول لك إيه يما، والنبي أنا عايزة أسألك سؤال بس جاوبيني بصراحة، أوعي تكتبي عليا. حبيبتي انت تأمري، اساليني اللي انت عايزه تساليه. حبيبتي هو انا بجد بنتك ولا انت لقيتيني على باب جامع وعطفتي عليا وكده يعني؟ لقيتك يا بت والمصحف بنتي وحبلت فيكي 9 شهور كمان. متاكده؟ متاكده. غريبه يا اختي، امال يعني لا زعلتي ولا تاثرتي؟ اكملي بت يعني عند سلامه
ما خفتيش الناس تقول عليا يعني؟ اوعي اوعي يا بنت بموتك والمصحف بموتك انك تكوني بيتي معاه في اوضه واحده. لا عيب ده صح؟ الراجل كان بعت لي ياخد هدومه في امين. مش ناقصه تريقه يا روح امك. مش عاجبك امشي. ايه اللي مقعدك؟ ما تمشي. ولا اقول لك تعالي خديني قلمين وتبري مني وامشي وليك عليا مش هدور عليكي. يا بنت افهمي افهمي بقى. انا مش عايزاكي تخيبي خيبتي. مش عايزاكي تشوفي اللي شفته. اصلك ما توعيش لما كنت اشيلك على كتفي والف بيكي اشحت من هنا ومن هنا وكل واحد كان طمعان. يا بنتي يا بنتي كل حاجه ليها تمن. انا عايزاكي تحسي بيا. تحسي بالغلب اللي انا كنت عايشه فيه. الحرمان اللي انا شفته. انا من كتر الحرمان اللي كنت فيه ممكن اعمل اي حاجه في الدنيا الا اني ارجع تاني للايام الغبره اللي كنت فيها. شوف ازاي. اديني بس فرصه ياما دقيقتين كده اعيط اتشحتف ازعل اتاثر. لا يا اختي ولا تعيطي ولا تزعلي ولا تتقهري يا بنت كريمه. رايحه فين؟ استني عاملين على الغدا النهارده سمك وجمبري. ايه بجد يا بنت؟ الله عليكي الله عليكي. كان نفسي في السمك والجمبري. صدقي ان انا حلمانه بيه. حلمانه اكل سمك وجمبري. بقول لك ايه، انت لازم تقولي للواد سلامه ده انه يتجوزك. اه وتقولي امي جت وبهدلت الدنيا عشان تتجوزني. ان شاء الله يا رب يتجوزك عرفي. فاهمه؟ يا رب. اسمع يا مراد، الست لما تحب راجل وتجري وراه وبعدين ترميها الرميه دي تبقى شافت لها راجل تاني. ماشي يا جيمي. ممكن تفضلوا معايا؟ خير في ايه؟ هنفتش العربية. معاكي اذن تفتيش؟ من غير اذن يا خفيف. في يا باشا؟ ده الباشا ده حاجه كبيره قوي. ايه يا باشا انت ما بتعرفوش ولا ايه؟ ربنا يجازي ولاد الحرام يا باشا. استغفر الله العظيم يا رب. طب مؤاخذه يا باشا، يعني سؤال كده. اتفضل. امر الله يا باشا. يعني وحضرتك يعني بتدور على حاجه يعني معينه، حاجه مش مظبوطه ولا حاجه؟ مخدرات. تمام سعادتك ملهاش حاجه يا فندم. مفيش حاجه يا فندم. مخدرات؟ مفيش حاجه سعادتك. ايه يا حسني باشا، هو احنا شكلنا تجار مخدرات ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. الا المخدرات يا باشا. صدق بالله احنا كنا طالعين عمره وما شر عين المطار لولا السواق بس تاه في السكه. ضيعتنا الله يخرب بيتك. والله اه والله يا باشا. طب حضرتك بس يعني، طب حضرتك ممكن تقول لنا بس المطار منين؟ ليلى. وانت هنا من بدري ولا ايه؟
لا من شويه بس. ما دخلتش ليه؟ كنت عايز اعملها لك مفاجاه. بقول لك ايه، ما تيجي نتمشى شويه، في كلام كتير عايز اقوله لك. هو انا فعلا عايز اتكلم معاك برضو. والله قد كده احنا قريبين من بعض. ليلى انت بتحبيني؟ انا انت ايه، مش عايزه تقولي انك بتحبيني ولا انت اصلا ما حبيتنيش؟ مش معقول نقف في الشارع ونتكلم كده يعني؟ هل المفروض نروح نقعد في حته نقعد نتكلم فيها ممكن؟ اه طبعا عندك حق، يلا بينا.